بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. يا ابن رسول الله يا خير شاهنشاه آه عليك فآهي تترى بغير تناهي مع دمعة حمراء ما لهفة يا حسين يا سيد الشهداء. إمام حق يا حسين مقام صدق يا حسين كتاب نطق يا حسين لباب خلق يا حسين أبكي كمال يا الحسين أبدي كمال يا الحسين مولاي مولاي الحسين. وغربته وكربته يا حسين قتيل بطافي لا في ولا في ولا في ألف أنواع لا فألف لا في ولا في ولا في على قتيل بطافي لا في ولا في ولا في ألف أنواع لا فألف. يا الله يا محمد يا علي يا فاطمة يا حسن يا حسين. مولانا الإمام الطيب أبو القاسم أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
سيدنا ومولانا أبو محمد طاهر سيف الدين رضوان الله عليه، سيدنا ومولانا أبو القائد جوهر محمد برهان الدين رضوان الله عليه، سيدنا ومولانا أبو جعفر الصادق علي قدر مفضل سيف الدين، طول الله عمره الشريف إلى يوم الدين. عبد الحق سيدي علي أصغر بھائی صاحب كليم الدين أدام الله تعالى علو ومجده. عبد الحق سيدي قائد جوهر بھائی صاحب عز الدين أدام الله تعالى علو ومجده. سيف الهدى فرشتا روحاني اهنا رشتا آقا ہمارا مولا جانو سی چھے اولا داعی نبی محمد سیدنا مفضل اللہ نا پیارا مومن چھو سہارا ایمانی نو نہالو سونے تم نہالو سیف الہدا مفضل سیدنا مفضل سیف الہدا فرشتا روحانی اہنا رشتا وظائفنا تسبیح اسمائکم آیا بني المصطفى دابا ونعم الوظائف بتأييدكم نستطيع درس علومكم وتقوى على تقوى قوانا ضعائف وطول إلهي عمر سيف لدينك الذي حاز من غر الشؤون أفانينا فأبقاه رب العرش في كل نعمة وأعداؤه بالنار جبهاتهم تكوى وصلى على طه وعترته الأولى هم النعمة العظمى هم الغاية القصوى